فحص. باشا العمل عندي 6 سنين، 5 سنين خدمة في جفسة. العام ده باشا تم في ناحية الفحص. كنت إلى حدود فيفري، بعد في التفقدية مشيت نبحث. الأسباب أنه أنا أمين مال في فرع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بجهة غزة، والأمين المال لدي اسمه أحمد العبيدين، نفس الاسم بتاعي، لكن الهوية بتاعه مش نفس الهوية، اشتركوا في الاسم واللقب فقط، ومتبرع بقطعة أرض للرابطة هذه اللي هي عادة تنشط في الجوامع، ما تستحقش مقرات. حتى واضح اتضح لي بأنه التقارير هذه مقلوطة ومقصودة. مشيت قريت مشيت للنيابة في زغلول وقدمت إشكال، تم فتح بحث تحقيقي ضد من كان ساكش عن البحث. بدأت الحكاية مع عميد تاع الجهة تاع الإقليم الخاص الوطني بزغلول، تم بحثه اكتشفوا أنه وراه قضايا أخرى. في الأثناء تجي فرقة مختصة، فرقة مختصة تاع مهمة أبحاث التفتيش الحرس، ثم فرقة مختصة تاع الشرطة، جاو عملوا أبحاث واكتشفوا أنه الشخص المعني فعلا واحد آخر، شخص آخر. بعد مدة كلموني، جاو واعتذرولي وأنا نخدم وخذ عام برا في توجه، اعتذروا لي باسم الحرس الوطني، قبلت اعتذارهم على اساس الموضوع تسكر. بعد نهار كلموني على انه راهو الموضوع تسكر في وزاره الداخليه، اكتشفنا من بعض التحريات تاكدنا انه المعني بالامر شخص اخر. وفي الاثناء تم عزله، خطا هم صدقوه، هم اكتشفوا انه خطا تشابه الاسماء. لا عندي الحق لا ضد الظلم، لا حتى شيء قرار رئيس هذا المحصل، لا يتم الطعن فيه، لا يتم على طرف ثاني. هذاك هي رسالة لزين الدين بلة، وأنه ثم صفحات مشبوهة تابعة للمساندة لرئيس الجمهورية تهتك في عرض القضاة، خاصة الزميلة خيرة. شفت محاضرة رسمية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يفقوا فيها مع أهلها مع عائلتها، صار بيعطيها الصحة ورب يعطيها القوة كيفاش تحملت الشيء هذا كل، وعندها عمين هم يشهروا بها، وفي الاخر اللي هي عندها حكم بعدها صنع الدعوه. مش بالاسقاط رجلها اسقط عليها. لا، جاءها رجلها اعطاها اسقاط، لا، حبت وانه ينظروا في الاصل وتاخذ حكم بعدم سماح الدعوه، لا جريمه. مش رجلها معناها ثم جريمه ورجلها سامحها، لا جريمه. معناها مع ذلك شهروا بها فتحوها. وتعرف انت معناها احنا ديما نشتكوا بالمراه التونسيه وحقوق المراه التونسيه، شبه هذه المراه التونسيه. المراه التونسيه هذه عرضها مفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي، ريحة الرئيس يدعي انه يحمي حقوق المرأة ويحمي في الحريات، يحمي